سلام البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، اموركم هانيه. كي دايرتوا مع الصحه، مع تمارا، مع الشغل ديال الدار؟ كلشي مزيان، نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم بغيت نشارك معكم هذا عشيه ديالي، او في الليل لقيتوني الله جيت من السويقه نوريكم الخضره اللي شريت، ومنين تنتقداها باثمنه اللي هي رخيصه وفي متناول الجميع وكلشي. وان شاء الله ندير لكم فيديو بوحدو على كيفاش تنغسل تنقاد الخضره وكيفاش نحتفظ عليها لمده طويله في الثلاجه باش ما تنبقاش كل نهار نمشي للسويقه. فبغيت نشارك ليها معكم اليوم العشيوة ديالنا انا وصديقه ديالي، حيت ما درناش الكوتي وداكشي وخرجنا وجانا ومشينا للسويقه وجانا المود ديال الجوع، فلقينا السردين تيدير 5 دراهم جديد غزال. انا نوريه لكم نصوروا لكم. خدينا 2 كيلو، هي عتوجدوا وانا غادي نوجد سلطه خضراء بالخس ومطيشه وبصله، ودرت مطيشه غير دواور مع الثومه والمعدنوس، عندي لها المليحه وشويه الكمون وشنو اخر، صافي وشويه الحار، درت لها فام زيودات حارين، درت الماء يطيب باش ندير اتاي بالاقامه، جنة الاقامه وصافي، وعنقليو فلفله مع شويهم ما والو. انا نوريكم الطريقه، تنديروا وسط الملحه وتنمسحوها من الماء بعد ما تغسلو، تنديروها تقلى تجي بحال اللي تبيعو برا معقوده، سندويش معقوده وفلفله ودنجاله، هذه تجي لذيذ وهريسه، يا سلام. المهم انا رجعت لكم ان شاء الله، وتنتمنى انني انتظم على الفيديوهات، كنحط لكم فيديوهات كل نهار، والهلا يخطيكم عليا وتنحمق عليكم. مرحبا بالناس الجداد اللي دخلوا عندي وشرفتوني وشرفتوا القناه ديالي، وش نقول لكم يا سيدي ربي. صافي هادشي اللي كاين، خليكم معايا باش توجدوا معايا العشاء، ونعطيكم افكار بالنسبه للناس ديال قنيطره وادي انهم فين يمشيو يتغداو. راكم عارفين بلايص في قنيطره مثلا ميموزا او لافيلوت او معموره او البلايص اللي هما في قنيطره اللي في سونتر فيل، فاش تكون فيهم خضره غاليه. بالنسبه للبلاصه منين تنتقدا فهي الخضره في المتناول، وفي زعما استطاعت الانسان انه يتقدا. ولهذا نجمع الروينه ديالي، نرد الماء على بلاصتهم، وانا معاكم حتى لاخر الفيديو. تنحمق عليكم بزاف 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 بزاف. ها انتم الخضره ديالي، والله الا حيد خرجتها من لاسانسور حطيناها هنا كما تشوفوا. جبت الديسير، جبت نتحرك باش يشعل الضو، جبت الديسير، البيض، الخبز باش نتعشاو، فلفله، دنجال، المهم نوريكم هادشي كله بلي ديطاي، والاثمنه بشحال تنجيبهم من تما وكيفاش تنحافظ عليهم. و نتحرك هاد الضو تيدير معايا الضل، انا نوقف هو يزعزع. صافي ها انتم كما قلت لكم، تنبغي ندير لكم فيديو خاص على كيفاش نحافظ على الربيع، على الاقامه، على مطيشه، على الخضره كامله، باش ديري واحد المده ديال 15 يوم او اكثر. المهم خليكم معايا، امشي نوريكم السردين ديال 5 دراهم، عاد تقولوا لي واش السردين 5 دراهم؟ سردين غزال جديد، يلا حطوه مازال جديد، خليكم معايا نوريه لكم. ها هو السردين اللي جبنا مسكينه. صاحبتي تتنقي سمعت بيا 2 كيلو بساعتي. 2 كيلو بزاف مسكينه، مسكينه نمشي نعاونها شويه. ها هي جلست، ها هي جلست في الارض مسكينه، دارت بحال اللي جات في السويقه، حطت حدا الميكا باني مسكينه، نمشي نعاونها. البنات باي باي، ترجع لكم واخا، يلا بسلامه. انا وريتكم على السردين كي دايره، هو جديد زوين ياك. هي تقول لكم يا غير كيشعل 100 دريال، 100 دريال، قلت لهم 100 دريال، قالوا لي هي، قلت لهم ما نقولوش السردين لا والله داير كنقرا. ها انتم شتو غزال تبارك الله ما شاء الله، الخير الخير هذا. انا نقول لكم من تنتقدا بلاتي، تنساليو هاد الروينه ونرجع لكم. الورش اللي جابت ها السردين تغسل كي جاكم، خلوا لي في التعاليق كي جاكم ياك زوين. المهم انا نوريكم الطريقه باش تنصايبوه على هكا بلا ما تنحيدوا ليه السنسول، وساهل وطريقه تجي لذيذه وزوينه بزاف. ها انتم درنا البزار وهذا الملحه، وغادي نديرو كمون، كثروا كمون، والكمون هو اللي خليه يجي بنين. فاش ناكل تمره سمحوا لي تناكل وتنهضر حيت جاني الجوع، جاتني السخفه. البزار، الملحه، الكمون كثروه، الثومه، وبطبيعه الحال نعصرو واحد جوج حامضات، وغنزيدو هذاك الحامض اللي تنشريو من المحلات التجاريه، هذاك المركز غنزيدو شويه وصافي. ها انتوما شحال 4 دريسات ديال الثومه، نحكوهم في الحكاكه.
كيف ما تشوفوا البنات، هالطريقه اللي وريناكم هانتوما دابا راه تنديروا الحامض، هالطريقه اللي وريناكم فهي راه تجي جد 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 سهله ولذيذه، ما تبعوش منها، راه تجي بحال تقريبا شطن اولا نشوبه. فلما كانت عندكم الوقت وكان السردين هكا رقيق وخفتوا ان على ضيق الوقت باش تصايبوا المعدنوس والشرموله والقزبر وهذه وهذه، فديروا غير هالطريقه وجربوها وردوا عليا الخبر، فهي راه جد سهله وسريعه وتجي لذيذه، راه لذيذه البنات، جربوها وردوا عليا الخبر في التعاليق. وصافي تنخلطوها هكا هانتوما، تنخلطوه مزيان وتنخليوه تدخل فيه هذيك الملحه والكمون والثومه والحامض صافي، ومن بعد تنديروه في الدقيق وتنقليوه عادي. وانا نوريكم في الاخر كيف غادي يجي الشكل ديالو النهائي كيف غادي يجي. صافي نمشيو باش نكملوا الحشيوه ديالنا، وان شاء الله نوريكم شنو درنا في الاخر، المائده ديالنا كامله نوريكم شنو حضرنا فيها. المهم عشاء خفيف ظريف، ما فيش شي حاجه اللي هي كثيره. المهم غير قبلوا علينا صافي، ومرحبا بكم، ما سخيناكمش تكونوا معنا والله العظيم. ها هو البنات اتاي عمرته، غادي نديرو غير نشحر وندير فيه الاقامه. الماطيشه ديالي هي تقرب الطيب، دابا عندي الفلفله ديالي نغسلها باش نوريكم الطريقه كيفاش تندير ليها وتجي حتى هي لذيذه. جربوها ورجعوا عليا حتى هي الخبار. وصافي ندير السلطه غير شويه، ما نكثرش بالخس والماطيشه والبصله. صافي هذه عشيوتنا، ونتمنى ان هاد العشيوه وهاد الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش توصلوا لاعلى عدد من اللايكات وتبارطاجوا مع اصدقائكم، وما تنساوش انكم تبارطاجوا القناه مع الاصدقاء ديالكم ومع احبابكم ومع الناس اللي تتعرفوا، باش هما يدخلوا ويشوفوا ويشجعوني، ولهلا يخطيكم عليا. وشكرا على دعمكم، ومرحبا بالناس اللي عيدخلوا، مرحبا بالناس اللي دخلوا. ويلا خلينا نكملوا بركه من بلا بلا بلا، تبقى نهضر ما تنسكتش. الفلفله ديالي من بعد ما غسلتها ومسحتها، فانا تنجيب هاد الصغيره فهي تتكون لذيذه على الطويله، حيت كاين جوج انواع، هاد القصيره غنوريكم اللي تتلقاوها دايره هكا من التحت هكا فيها هادو، فهي فهي ذكر. اما الفلفله اللي طويله وفيها عادي فهي النتوه، فهاد اللي تتكون فيها هكا، فهاد المعلومه بغيت انا عرفتها وبغيت نفيدكم بها، فتتكون لذيذه. فتنشدوها تنقسموها بالموس من هنا على هذا الشكل، وتنحلوها وتنعمروها بالملحه من الوسط. ها كنشد الملحه، تنبدا ندير الملحه الوسط وسط فلفله بحال تنعمرها، وندهنها بشويه لداخل ندير لها هكا صافي. تنكمل ها نتوما تنحلها هكا، وتندير الملحه على هذا الشكل من الوسط، تنعمرها صافي. تندير الزيت يسخن وتنقليها عاديه، غير هي ما تنبغي نقليها تنغطيها بشي حاجه باش ما تطرش عليا الزيت، حيت هي ما تنديروها في الزيت تبدا تطبق. صافي نمشي نقليها ونرجع لكم. السلطه ديالي هي وجدتها، درت مطيشه هكا شيفات مقشوره كتعجبني، وبصله كذلك هكا حيت تنخلطو تتولي رقيقه، والخس درت فيها الحامض وزيتات العود ومليحه صافي. غنخلطها ونقدموها. الفلفله ديالي قربت توجد، اتاي ديالي راه تشحر صافي، باش نحطو الطبله ونوريكم الشكل النهائي ديال الطبله ديالنا. ودابا رجعت الماعن اللي كنت غاسله قبيله، ودابا غادي نغسل ديك المعمات اللي درت فيهم باش ما يبقاوش مجموعين ليا الماعن بزاف، يزيد شي على شي على شي، فهكا هو اللي كيخلي الكوزينه تترون، وكذلك اللي كيخلي الكوزينه تترون هو ملي كنطيبو الحاجه ونلوحو ونحطو هنا وهنا 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 وهنا، هانتا ما كنديروش بلاصه وحده كنحطو فيها، علاش خليتها هي الكوزينه تترون. هانتوما الفلفله كتسمعو تتخلع صافي. نغسل المعينات ديالي اللي عندي، معنديش بزاف، ونرجع ليكم بعدا. تعجبني انا ديما الكوزينه نخليها تصبح ليا مجموعه، ما تصبح ليا تمرونه. وبالنسبه للبنات نقول لكم ان تستعملوا هاد الدوسي البوطه ولا الرخام والطواليت الطبيعي، فهو غزال 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 زوين، انا جربته. وكذلك الزيوت راه داير منهم في تاع فوق لابيتي 24 درهم و
الى فيهم ربعه ولا خمسه على ما خصك تكذب. واعرين المسح بوطاجي، واعرين الماعن زوينين بالنسبه للناس اللي عندهم لا كوزيني كيتو كتبقى مطبعه وباهته وهادي، فعليهم بهاد الزيت يكون ناشف والماء ديال الدجاج، برودوي ديال الدجاج باش تمسحو الدجاج، يديرو البرودوي ويمسحو كيخرجو كيلمعو، وكذلك الدجاج ديال هذا ديال الشراجم باش يخرجو من داك الشي رفيع. صافي البنات، نغسل المعنات ديالي ونمسح البوطاجي ديالي وهذا ونعاود نرجع ليكم. ها انتم البنات، حنا فين تنقليو الحوت؟ عرفتي شنو هاد الفرن شريناه يلاه اليوم؟ لقيناه ميزه في بريكومه ب 75 درهم، 76 درهم. انتم صدق غزال، العافيه ديالو شكي دايره زرقاء، وحنايا البنات راه مخيمين مخيمين، ما حدانا الواد ني ديك التخيمه هي هذيك. عرفتي باش كي جات السردين بهاد الطريقه؟ غزاله 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 محمق. انا نوريكم الطابله ديالنا ديال القليه الاخرى، ونوريكم الطابله. الدراري راه محيحين الدراري. ها انتم شليضه حطينا في الطاسه، انتم مالين الخير، انتم راه دياولنا، ما نديروش عليكم الشيكي. لاصوص والفليفله هي كي جات، والخبيزه ها انتم ما شهيناكم. ها انتم الحوت كي تيجي السردين كي زوين. وصافي واتاي، ضروري ضروري من المساند الرسمي هو الهريسه. يلا البنات ما شهيتكم وما كرهناكمش تكونوا معانا، وحق الله العظيم. يلا بصحة عشاكم، نتمنى ان طبيلتنا الاعجاب ديالكم ولا لا يخطيكم. يلا مشو نتعشاو ونعاود نرجع ليكم.